ايام 30 يونيو وقبلها من ايام الاعلان الدستوري. الحقيقه دكتور غنيم مش هو اللي دخل، يعني جماعه الاخوان دخلت معاه في معركه مفتوحه امتزج بيها السياسي بالشخصي بال مش معايا بس حضرتك يعني مع مصر كلها، مع ناس كتير هم اشتبكوا مع مصر. بس خليني اقول لانه هو بالنسبه لهم ميدان الثوره في المنصوره ده كان واحد من الميادين المهمه جدا يعني والمؤثره في 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 مصر في في يعني ده في 30 يونيو ولا 5 في الاحداث عامه ميدان في المنصوره. هو مش المنصوره بس الحقيقه، لو حضرتك تشوفي ما كانش المشكله ما كانتش التحرير بس، لا ده كل ميادين المحافظات يعني سواء في 25 يناير او 30 يونيو. 30 يونيو فيها حاجه غريبه، في اضافه فيها الناس لازم ما نزلتش في 25 يونيو، نزلت الفلاحين وانا بستغرب بقى دي حاجه جديده بقى. اي واحد منصف ايضا من 30 يونيو ل 3 يوليو الناس قاعده في الشارع كويس. سيناريو لو الجيش قال انا مع الحياد ماليش دعوه بقى ها بيكون استفلوا مع بعض والبوليس وقف كده يعني يضربك يا اما يحجز عليك يعني يفرق، هنشوف كان هيحصل ايه. حرب اهليه يونيو دول ما كانش حاجه معانا، ولا معانا عصايه ولا حجر. ده الجانب الاخر بقى، ما كانش حكايه عصايه وحجر بس، فكان تدخل القوات المسلحه لحمايه المظاهرين من ناحيه ولدعم التغيير اللي كان الناس بتطالب بيه بس. مش متلخبط يعني دكتور غنيم، حضرتك مش متلخبط، حضرتك شايف السياق يعني مش متلخبط فيه من 2011 لحد اللحظه دي، انت قادر تشوف الامور واضحه بالنسبه لك مش مرتبكه؟ لا مش المقدمات ادت الى نتائج بالنسبه لك واضحه. ابتدى الهجوم عليك منهم من ايام الانتخابات، من ايام ما كنت مع ثوره مستمره واخذت مقاعد محترمه جدا في البرلمان بدعم كبير ومحبه منك. ابتدت حرب وضيعه جدا عليك ويفبركوا اخبار عليك ويشككوا في دينك ويشككوا في علاقتك بربنا. المرحله دي مرحله بالنسبه لنا على الاقل احنا كنا بنشوفها قميئه جدا، بالنسبه لك انت شفتها ازاي؟ اللي بيعمل في السياسه ما يزعلش يعني، ما يزعلش لا من النقد ولا من الهجوم يعني. ما حزش في نفسك يا دكتور؟ لا 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 مفيش مشكله، ما عنديش مشكله.